حسان العيادي في فقرة على وجه الفضل، يعنون اليوم الدستور والشعبوية. الدستور والشعبوية قد يسمع البعض هذه الكلمتين فيتسائل شنية السياق وقت البلاد كلها عايشة على أزمات وعايشة في منطقة صراع محموم، صراع الكل ضد الكل، صراع ما بين عرفت حتى السلطة في داخل بعضها، كل شيء داخل في عركة ومعروك، وزيد القمح زيد الماء زيد الدقيق عفوا. وقت تشوف المشهد عرفت أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اجتماعية وانفجار اجتماعي موشك، وأزمة سياسية رهيبة، وزيد عمليات التخوين والتبادل والتخويل المشترك. هذا الكل يطرح السؤال التالي: أي دستور سيكتبه التونسيون أو سيكتبه قيس سعيد بلا صح واللجنة التي سيكلفها في ظل مناخ مسموم، مناخ غير صالح مش لكتابة الدستور إنما لكتابة فقرة ترحيبية بأي شخص نجم يدخل بر تونس. دستور دينا نتسأله على الملامح، على هويته، على أشكاله. نجم نعطيك عينة من الملامح اللي قد يبشر بها ما كتبه أمين محفوظ في حق التنقل وممارسة الشعائر الدينية من حقوق الإنسان. يقول: الحق في التنقل وفي ممارسة الشعائر الدينية من حقوق الإنسان من حق كل تونسي وتونسية حاملة أو حاملة للجنسية أو أجبرت أو أجبر على التخلي عنها لأي سبب كان زيارة موطنه ومسقط رأسه وممارسة الشعائر الدينية. هذه التدوينة التي تشبه لحد ما فصلا سيقترح في الدستور القادم تكشف للأسف الشديد الصراع أو خلينا نقوله بالتونسي حالة العفن اللي نحن فيها. فصل يقترح والنقاش الذي فتح من أجله كان نقاش قائم على التخوين، هذا يخون ذاك وهذا يخون هذا. علاش؟ لأنه تزامن مع زيارة الغريبة، زيارة أو العملية الزيارة اللي يقوم بها أصحاب الديانة اليهودية التوانسة من حملة الديانة اليهودية لجربة للغريبة للتبرك، كما نحن نزور الولية عند بعض المسلمين، كما هم يزوروا امرأة اللي بيعرفش القصة ينجم يرجع يعرفها مليح، امرأة تعلق بها عرفت تعركت عليها أصحاب ديانتين المسلمين واليهود تعاركوا على هي لشكون، في الاخر انتهت الى صالح اليهود بحكم العوامل التاريخيه وما اليه. هذا السياقات اللي نحن عايشين فيها كشفت لنا انه اليوم اي نقاش لاي فصل دستوري ممكن مهما كانت جودته ونبله واهميته لن تكون الا وقودا لمعركه سياسيه كامله. بمعنى اي فصل او اي مقترح او اي عمليه تفكير في دستور ينظم حياة التونسيين القادمة يسوغ العقد الاجتماعي ما بيناتهم سيكون شرارة معارك جديدة. هذا يطرح السؤال التالي: عش نعملوا به الدستور إذا كان كل فصل من فصوله الممكنة باش تولي ساحة حرب، ساحة حرب قبل 25 جويلية وساحة حرب بعد 25 جويلية، والقصد مش 25 جويلية اللي خذها فيها رئيس السلطة، 25 جويلية الذي فرض كموعد الاستفتاء على الدستور. بما معناه أنه هو الدستور اللي قادر يعيش في ظل رفض جزء كبير من الشارع عليه، أو في ظل كونه أصبح عنصر من عناصر تفتيت الشارع التونسي. هذا يدفعنا لمسألة رئيس الجمهورية والناس المحيطة به: أنتم تكتبون دستورا لمن؟ ليكم ولا للتوانسة؟ إذا كان ليكم أقصدوا ربي اكتبوا كما تحبوا، عدوه وصيغوه واصنعوا جوكم، فما محطات جاية، فما مواعيد قادمة سيتم إلغاء الدستور. أما إذا كان تكتبوا فيه للتوانسة فإنه أول الأشياء قبل فتح هذا النقاش حول هذا الدستور هو تنقية المناخ السياسي، إنهاء حالة دامت من 2019 وتعزت في 25 جويلية 2021، حالة التخوين الشحن الحشد واللي أصبح عنده حزب نزم تنتهي. يلزم عملية تهيئة المناخ لاستقرار باش نناقشوا المسائل بشكل عقلاني يا محمد، ونبدأ ونختم. إضاعة الوقت في إذكاء صراعات هنا شفنا نتائجها، أزمة اقتصادية عجزنا على أنه نلتفتوا لها ونعالجها، وأصبحت أهم منجزاتنا هو أنه نخلصوا شهاري الخدم. يظهر لي هكا ظهر لي به موفاء، وفصحة الشعب يريد وإرادة الشعب انتهت، ولابد من البحث عن عقلنة العملية السياسية من الجميع معارضة وحكم. وعليه أي دستور يكتب في هذه الصياغات السياق الحالي هو دستور سيزول بعد أسابيع وأشهر، وليس دستور للتونسيين يصمد ويتطور ويطورهم معه. واختم قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.